هو الضيف الثقيل الذي لا مفر منه، يحل علينا دون استئذان مع بداية النسق التصاعدي لدرجات الحرارة. الناموس مصدر قلق وتشكيات الجميع، خاصة سكان العاصمة الذين يعانون من جحافل البعوض والناموس التي نغصت حياتهم. زرنا أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة للوقوف على مدى معاناة هؤلاء. تبدو الحياة عادية في هذا الحي، ولكن ما إن هبت نسائم غروب الشمس حتى بدأت جحافل الناموس في الزحف على سكانه. ناموس يلسع ويؤرق ويجعل من الصيف ضيفا ثقيلا. مأساة، عبارة على واحد مصيبة جاته مش سيف. لا نفرحوا بتاع لفزة، لا نفرحوا بتاع لفزة، لا نفرحوا بسهرية، لا نفرحوا معناتها نبقوا هكا والضو يشعل، يلزمنا الضو يطفى من الستة بتاع العشية. متعذبين عذاب شديد، لا نرقدوا لا ليل لا نهار، تلمو يبدا هابط شيء كبير كي شتا يسخطو في الليل. نحن نتو كبار نجمو نقاوموه الناموس مثلا، نجمو نصبروا، نجمو كبار، اما بالنسبه لوليدات صغار تو كيف هكا وبريسك كلهم لهنا عندهم صغار، معناتها ما ينجموش الصغار. سالنا عن طرق الوقايه والحاله تلك، فأقر السكان بهزيمتهم النكرة أمام جحافل الناموس، فهم والقول لبعضهم بين سندان المناعة المرتفعة لهذه الحشرات إزاء المبيدات ومطرقة دخان العجلات المطاطية التي يتم إشعالها للاعتقاد بأنها تطرد هذه الكائنات وتبعدها عن مناطق العمران. كل اللي نحن نعمله تقول الحرب شو يشربوا فيه، والفليتوكس هاي تشوف الوحدة ملوحة ما عمل لي حتى شيء، زيد شوية تشوف ما تجيبش تعد. ليه عملوا فك العجل باش بعدين شويه ناموس؟ قتلونا بالدخان. هذول صح انا بنتي عندي هذيك نفس والله بالوحده تمشي. ما داونيش لا بالطياره ولا بالكاميون ولا حتى شيء. الوضعيه البيئيه في هذا الحي عقدها حسب ما علمنا بناء فوضوي يتسرب في كل الاتجاهات على اراض تم الاستيلاء عليها بعد الثوره.